قلت لك عزيزي الاسبوع اللي فات ان المحترم منصور رجع بنسبه كبيره، لان مفيش اي حاجه ثبتت على مجلس الاداره بتاعه، مفيش اي مشاكل ماليه او فساد من اي نوع ثبت على مجلس الاداره بتاعه. فاذا المحترم منصور النهارده في اليوم المنتظر بالنسبه له 24/10/2021 ميعاد الحكم في الطعن اللي هو كان مقدمه ضد قرار وزير الشباب والرياضه بيتقبل، ومحترم منصور بيرجع نادي الزمالك رسميا وبيرجع رئاسه نادي الزمالك رسميا علشان بخ بعد انتظار الانتخابات وبعد انتظار ان الزمالك ممكن يحصل فيه تغيير ينم على اي استقرار، يجي محترم منصور يجي يعرض كل الفيلم ده. وطبعا انا عارف محترم منصور هيطلع بعد ساعه يقول ايه، او هيطلع في اللايف بتاعه يقول ايه، ان كالتيرون مستمر وان انا مش هقدر ان انا العب في استقرار الفرقه، بس في نفس الوقت هيحاول ان هو يطفش كالتيرون من اي طريقه، لان عمره ما هينسى ان كالتيرون كان بيتكلم ان محترم منصور كان من اسباب رحيله. عمر محترم ما هينسى اي حد كان بيتكلم عليه، اي كلمه مرتضى هيرجع يصفي الحسابات، بس عمره ما هيطلع يتكلم ويقول ان انا ارجع اصفي الحسابات واي حد يتكلم معايا انفخه. لا، مرتضى هيمشي مع الناس بسياسه، ويمشي مع الناس بهدوء، وهيمشي مع الناس بكل عقل، واحنا هنعمل ان احنا مصدقين ان مرتضى منصور راجع علشان خاطر مصلحه نادي الزمالك، ومرتضى منصور راجع عشان خاطر يغير اي حاجه في نادي الزمالك، مع اننا عارفين ان مرتضى منصور هو واحد من اسباب كل المشاكل اللي فيها نادي الزمالك حاليا. بس هنعمل ايه؟ هذا قضاء وابتلاء من ربنا لنادي الزمالك وللزملكاويه. عزيز الزملكاوي، فعلا والله ما يحدث للزمالك كثير جدا، بس الله يصبركم على ما ابتلاكم. قلت لك عزيزي والله، قلت لك ان هو اقترب، بس النهارده للاسف رجع رسميا. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش فوالله انت اتريت بمرتضى منصور ما جاتش على الفيديو الدقيقتين ده.